السلام عليكم، اهلا وسهلا. شوفوا يا جماعة الخير، مقطع اليوم راح يكون زي ما تقولون ارتجالي بحت، ما راح يكون فيه مونتاج كثير، ممكن تكون فيه يعني قصقصة بسيطة، بحاول اني ارتج. الشيء الاول، في قصة يعني كنت اسولفها مع اخوياي والمواقف اللي قاعدة تصير لي قبل يمكن 3 أيام 4 أيام. قالوا سامة ليه ما تقول القصة هذه على اليوتيوب؟ قلت اخاف اني اقول هذه القصة للناس، واخاف الناس تاخذ نظرة ممكن سيئة، وفي ناس راح تاخذ نظرة حسنة. والله العظيم بنفس الكلام هذا قالوا سامة، اللي راح ياخذ نظرة حسنة هو الشخص اللي تفكيره سليم وتفكيره صحيح وعنده حلم وحاب يحققه، اما اللي بياخذ نظره سيئه فانت مالك دخل الموضوع عليه. طيب، قصه اليوم اللي راح اسولف فيها يا جماعه الخير هي قصه بدايتي في اليوتيوب. في عند يوتيوبر كذا قصه، ولكن في ناس كثير ما تعرف القصه اللي بديت فيها. طبعا الشخص اللي تشوفونه قدامكم كان لاعب كوره. في يوم من الايام كنت لاعب كوره، وكنت برضه العب سوني اللي هي لعبه كود 12. يعني كنت موافق بين الكوره وبين السوني وبين الدراسه، هذه حياتي من الاخير، كوره سوني دراسه. في يوم من الايام تعرضت لاصابه الرباط الصليبي، كنت خلاص اسامه في هذه اللحظه لازم توقف كوره ركز على حياتك. في لحظه الاصابه هذه كنت قاعد العب بطولات كود مع ناس كانوا مصنفين عالميا، حرفيا كانت اللعبه اللي هي لعبه كود 12، العب بشكل مستمر، كنت احرق اللعبه عادي، اقعد 18 19 ساعه ومواصل. والله اتذكر في يوم قعدت 20 ساعه وانا قاعد العب هذه اللعبه. طلع لي كذا شخص اسمه عزام او جيفاره، ممكن الناس القديمين يمكن يعرفونه، عزام وجيفاره. قال لي اسامه ليه ما تفتح قناه في اليوتيوب وتصير تنزل؟ حرفيا ولا انسى حق عزام، وبرضه كان في عزوز، واحد من اخوياي اسمه عزوز والثاني اسمه جيفاره او عزام. حرفيا كانوا يواسوني وكانوا يقولون لي كلام حلو وكانوا يشجعوني وكانوا يعطوني دافع اني استمر في اليوتيوب. والله العظيم اني ما ابغى اقول القصه هذه عشان يا اخي احس بتقول يوه هذا مثالي ولا هذا يدعي المثاليه ولا، والله اتمنى انكم تاخذونها من طيب نيه وانكم تاخذونها بنظره حسنه. المهم دخلت اليوتيوب في يوم من الايام، اسامه فتح قناه في اليوتيوب، كان اول اسم لي اسمه بلاك بلود، اسم هذا معناه الدم الاحمر، ايه الدم الاسود. بعد فتره قلت كيف دم اسود؟ لا ما ينفع، لازم اغير الاسم، لازم اسامه تطلع لك اسم جديد. فانا طبيعتي كذا احارب على الشيء دائما. قال لي واحد انا بسميك وار لانك انت اسامه دائما تحارب على اشياء كثير، من ناحية كورة، من ناحية مراكز، من ناحية أشياء كثيرة، كنت تحارب تحاول تتعلم بشكل مرة كبير. فأنا كانت شخصيتي كذا، لازم أتعلم الشيء أبغاه لازم أتعلمه لو أقعد ساعات كثيرة مرة. والله في البداية قلت خلاص بنحط في وار، اوف الاسم حلو احس، خلاص في وار. ما توقعت ان الاسم هذا اللي جاء بالسرعة هذه انه يوم من الايام راح يصير جزء مني، والناس راح تناديني في المعارض او في اليوتيوب او تقابلني في الايام تقول لي في وار. انا ما توقعت ان هذا الاسم راح ينذكر اكثر من اسم اسامة. المهم ما علينا، والله وابدا يوتيوب وانزل اول مقطع وثاني مقطع وثالث مقطع. يعني حاب اقول لكم ان اول 60 مقطع في اليوتيوب كلها فاشل، ولكن في 60 مقطع هذه او في البداية هذه 60 مقطع هذه تعلمت دروس كثيرة، منها كنت لازم أطور الأشياء عندي. وبعض الأحيان يجيني تفكير كذا أقول أسامة يا أخي ليه أنت ما تدعس؟ ليه أنت ما أنت قوي؟ أنت تنزل مقاطع كثيرة. أنا كنت أعتبر اليوتيوب اللي ينزل مقاطع كثير هو الشخص اللي راح ينجح، ما كنت معتقد أن اليوتيوب لا له اختلاف تام مرة. ما كنت أدري أن صناعة المحتوى بهذه الصعوبة والقوة. بيني وبينكم كنت أتذمر أقول هذا ينزل نفس محتواي، لي أنا مشاهداتي مو أكثر أي شخص موجود في اليوتيوب تكلم بالكلام هذا في بدايات. حرفيا نظرت نفسي يوم من الأيام 60 مقطع عندك 10,000 أو 15,000 مشترك، عدد مرة بسيط على عدد المقاطع هذه، وكنت أتذمر بشكل مرة كبير. وما كان في أحد ينصحني في ذاك الوقت لأن كان عدد اليوتيوبر بسيط مرة، كانت ممكن في بدايات أو قبل ما تبدأ لعبة فورتنايت كان عدد اليوتيوبر محصور، ما تقدر توصل له، ما تقدر تستفيد بشكل كبير. والله وادخل الله يسلمكم على اليوتيوب، وكيف تجيب مشاهدات، كيف وش الكلمات المفتاحيه، بحثت في اليوتيوب كل عميق، صرت مهووس بشيء اسمه يوتيوب، حرفيا بحثت في ادق التفاصيل، سويت تجارب كثيره على اليوتيوب. في يوم من الايام اكتشفت ان الخطا مو من المتابع نفسه، الخطا مني انا. يب في يوم من الايام قلت اسامه انت الغلطان مو المتابع. كيف عرفت اني غلطان؟ في 60 مقطع هذه ابغى ادور مقطع اقدر استمتع فيه، ما قدرت، ما في ولا مقطع اقدر استمتع فيه. قلت اسامه وش ينقصك؟ انا اتذكر ذيك الايام كنت اتابع اوبلز، كنت اتابع بعض اليوتيوبر بس اللي كنت اتذكر اوبلز وكذا يوتيوبر حرفيا. قلت اسامه وش ينقصك؟ قعدت اناظر المقاطع لاحظت اني ما اتكلم واجد. قلت هذه لازم اطورها. طيب اسامه كيف تطورها؟ طبعا النظره هذه شفتها من اوبلز انه هو يتكلم واجد، انت اسامه ما تتكلم واجد، لازم تصير تتكلم واجد. حرفيا اوبلز اشوفه من افضل اليوتيوبر اللي يقدر يحاكي الكاميرا، حرفيا ما شاء الله لا اله الا الله، عنده موهبه الهيه ممكن هو ما يدري
عنها، او ممكن انه يدري ان عنده الموهبه هذه، انه يقدر يشوف الشيء اللي هو لا شيء ويقدر يصنع منه محتوى. كنت حرفيا اشوف اوبلز يتكلم مع الكاميرا بشكل كبير، وكنت احاول اني اتكلم مع الكاميرا بشكل كبير، حتى استمريت ممكن ما يقارب سنه ونص كل يوم افتح الريكوردينج والعب جيم احاول اني اتكلم ما اسكت على هذا النحو. والله بعد فتره وفتره صرت اتكلم بطلاقه، ممكن ما في شيء يعثرني، على طول اتكلم واقول كل شيء في مخي. ما اكذب عليكم، بعد ما تطورت الشيء هذا صدق ارتفعت مشاهداتي بشكل بسيط، انه مو حق التعب سنه ونص وانا قاعد اتعلم الموهبه هذه. نظرت شغلي، نظرت المونتاج، وسامه كم تقعد المونتاج؟ 20 دقيقه تقعد؟ ساتر، انا شايف مقطع التوبز يقعد حوالي 5 ساعات، ساعات يقول عشان يمنتج مقطع. وش السبب يا اسامه؟ في هذه اللحظه اتخذت قرار اني انا اتعلم المونتاج بشكل احترافي. قررت اني ابحث عن افضل ادوات المونتاج. في شخص اسمه ابو جابر او ابو مري كان يقول لي يا اسامه كيف اتعلم على ادوبي بريمير، لازم تتعلم عليه. وكنت ما اسمع كلامه والله العظيم، كنت اتجاهل، اقول ايه ان شاء الله ابشر. في يوم من الايام تذكرت البرنامج هذا، على طول رحت كلمت ابو مري قلت شو اسم البرنامج اللي عندك؟ قال ادوبي بريمير. والله واخذ اسم البرنامج وادخل يوتيوب ما فهمت مره، فهمت اشياء بسيطه، بس قررت اني اوصل مرحله صعبه في مونتاج الادوبي بريمير. قلت لازم اخذ دوره، واخذ الدوره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، وكان عندي طموح اني اروح دبي واختبر واجيب شهاده الادوبي بريمير في المونتاج. المهم وصلت ليمت مره قوي في الادوبي بريمير، اني اقدر امنتج، اقدر اسوي اشياء كثيره، عرفت اكثر الافكتات، العب في المقطع، كيف اعدل اشياء كثيره حرفيا. قلت اوكي اسامه، باقي الحين ثمنيلات، كيف تقدر تصنع الثمنيلات؟ حرفيا كان الناس اللي تسوي ثمنيلات على 3-4 دولار المبلغ ما اقدر عليه، لاني ما ادخل شيء من اليوتيوب. واخوكم في الله يدخل يوتيوب، والله العظيم اني اتكلم معاكم جدا، دخلت اليوتيوب وتعلمت ما يقارب شهرين، صرت حرفيا ما اقولكم بروفيشنال في اليوتيوب، صرت اقدر انزل او اقدر اسوي ثمنيل مناسب للمقطع. فهذه اللحظه بعد ما وصلت الليفل هذا مونتاج وتعلمت الفوتوشوب، قررت اني اغير الله يسلمكم الادوات اللي عندي. والله العظيم اني كنت اجمع مكافاه الكليه عشان اشتري جهاز، جمعت لما شريت البي سي، جمعت لما شريت اول كاميرا لي اتذكرها لوجيتك، بعد ما عجبتني الكاميرا حبيت انوع في الكاميرات واخذت كاميرا سوني، وهذه الكاميرا قاعد اصور فيها الان. المهم يوم وصلت للليفل هذا ما اكذب عليكم، والله العظيم اني ما اكذب عليكم، صدق اني عانيت لمده ممكن سنتين او سنتين ونص وانا قاعد احفر تحفير متعب والله العظيم. صارت تزداد عندي المشاهدات، ما اقول لكم انها ما تزداد، لا صارت تزداد، لاني صرت افكر في الكواليتي حق المحتوى، يعني جوده المحتوى وجوده صوره في المحتوى، وبرضه العنوان والثمنيل، اشياء مهمه هذه، وبرضه مستواي داخل المقطع هذا. والله ويجي يوم من الايام وانزل مقطع وانام، نزلت خليته انه ينزل من نفسه وانام. ما كنت متوقع والله العظيم اني بأصحى واحصل المقطع هذا ترند، حرفيا دخل ترند المقطع، حسيت بفخر مو طبيعي. طبعا دخل ترند ترى وانا عندي 180 الف مشترك ممكن، او 170 الف مشترك، بس اني ما كنت اعد نفسي في ال 170 الف مشترك هذه اني يوتيوبر، لان عندي اخطاء لازم اعدلها، لازم ادارك نفسي. وحتى قسم بالله العظيم اني في يوم قلت الحمد لله يا رب اني ما دعس على المستوى السيء اللي كنت فيه قبل. ليه؟ لان راح تكون صورتك سيئه وراح تموت بدري. في مقوله ممكن نزلتها في تويتر، حاول انك تكون شخصية مليونية مو تكون بعدد المتابعين مليوني. حرفيا دخل المقطع ترند اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، ما يقارب من 180 الف الى 200 الف مشترك، يعني 20 الف مشترك خلال 4 ايام، ترى رقم مخيف وقوي. وشوف الكومنتات الايجابية، يا اخي حرام انت عندك العدد المعين هذا، مفروض مليون يا اخي، من زمان ما شفناك. قسم بالله العظيم الناس اللي كانت في ذيك الايام انها صدق يعني عافت كل للجروح، يعني كنا تقول سوت لي اسفاء للجروح القديمه، التعب اللي تعبته، الفلوس اللي دفعتها، قسم بالله العظيم من كلمه شخص انها عالجتني، والله ولي رفع سبع انها عالجتني. بعد ما شفت كلام الايجابي هذا من اول مقطع ترند وجمهور جديد دخل القناه، اسامه لازم تنزل مقطع ثاني قوي. والله وانزل مقطع ثاني ممكن قعدت 18 ساعه مونتاج، والله وانزل مقطع بعدها بيومين الا ويدخل المقطع ترند مره ثانيه. ذي المره مو اي ترند، دخل صحه المحتوى الرائد، يعني ايه اسامه؟ وكان ترتيبه الثالث اسامه، هذا المقطع مصنف انه ثالث مقطع او ثالث اقوى مقطع موجود في اليوتيوب. ويزيد حماسي حماس، واشوف المشكين يزودون، حرفيا يزودون بكل مخيف مخيف مخيف، شكل مخيف. حتى في ناس كثير من اليوتيوبر الكبار جاي يكلمني يقول اسامه خلاص اتسمت لك، اسامه لا توقف، تحتاج اي شيء كلمني. طبعا ما فيهم قصور، لا والله انهم من اول انهم كانوا يواسوني ويعلموني حرفيا، وكانوا حرفيا في ناس اعتبرهم قدوه لي، وفي ناس ما اقدر اذكر اسمائهم لانهم هم رافضين اني انا اذكر اسمائهم، وحرفيا يوتيوبر بالملايين يتكلمون، فوقفوا معاي وقفات وعلموني اشياء ما انساها والله العظيم اني ما انساها. وان ينكر فضل الناس او ينكر شخص سوالك الخير هذا قليل اصل حرفيا.
احترافيا. اسامه خلاص انت الان راح في لحظه انفجاريه، انت قوي، برافو اسامه، هذا اللي نبيه، تحفيز الابعد درجه. والله وبعدها قلت اي اسامه لازم تطور نفسك وتعلم الافتر افكت وتعلم اشياء كثيره، وصرت اطلع بالشخصيتين، شخصيه تكلم شخصيه، اشياء كثيره تعلمتها في المونتاج من بدايتي، من اول ما دخلت ترند 17 مقطع ترند ورا بعض. خيلين القوه اللي كنت فيها، كنت ازود ممكن في شهر زدت فيه من 60,000 الى 80,000 مشترك. طبعا هذه من الشهور الاخيره، يعني ترند ممكن 15-14 بعد ما خلاص طلعت الشعبيه مرة قوية عندي. أنا في اليومين أجيب 100,000 مشاهدة، 200,000 مشاهدة عادي. طبعا هذه تعتبر عندي إنجاز والله العظيم، وكنت متأمل أني أشوف أكبر وأكبر. إلا نزلت مقطع ذاك اليوم وخليت المقطع غير مدرج، بعدين صنف اليوتيوب اللي هو محتويات خطيرة، والله ويعطيني سترايك. ومن هنا شوي تحطمت، بس أني جمعت كذا قواي حرفيا. بعد أسبوعين فتح لي اليوتيوب أني أنزل مقاطع، وأصير أنزل مقاطع، أنزل. راح تلاحظون أصلا لما ترجعون القناة القديمة تلاحظون في سلسلة كنت قوي، بعدين مقطع جاب 20,000 مشاهدة كذا فجأة. من بعدها صار الدروب 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 حرفيا. حاولت اني اطور من نفسي بعد 30 مقطع من بعد الاسترايك هذا، 30 مقطع عود يبتسم لي الحظ واطلع ترند مرة ثانية وازود مشتكين بشكل فظيع. ممكن دخلت 300,000 كذا في لمحة بصر حرفيا، والله غمضت فتحت دخلت 300,000. شوي كلموني الشركة قالوا سامة ترى قناتك ما تقدر ترجع فيها الارباح، ما عاد تقدر تطلع فلوس من اليوتيوب. هنا حرفيا ضاق صدري بشكل كبير، قررت اني افتح قناة ثانية. في اللحظة والله العظيم اللي فتحت فيها قناة ثانية قسم بالله العظيم انكم ما قصرتوا، انا الحالي بس نزلت مقطع، انا الحالي ما حد نزل مقطع نهائيا عني، انا الحالي نزلت مقطع حرفيا 40,000 مشترك خلال يومين، ترى مره شيء جبار. وهذا انا الحين قاعد استمر، فعادي يوم من الايام تشوفني في دروب، وعادي يوم من الايام تشوفني قوي، لان عندي سبل النجاح وتعلمت دروس كثيره. الشيء اللي حاب اوصله لك، الدروس هذه حرفيا علمتني الشخص الكفو، وعلمتني الناس الصح، وعلمتني اني ما اخطي، وعلمتني والله العظيم تاديب داخلي لي انا. في اشياء ما ابغى اقولها صارت لي، في اشياء ناس حرفيا انصدمت منهم في يعني السوشيال ميديا زي كذا، في ناس تنصدم منهم. المهم انا ما علي من المواقف السلبيه، انا علي من المواقف الايجابيه اللي خلتني اتعرف عليك انت اللي قاعد تشوفني. فاذا انت يوتيوبر قاعد تتابعني الان، لا تهمك ارقامك نهائيا. في حكمه راح اذكر حرفيا صاحب الحكمه هذه واللي قالها لي واثر علي بشكل مره كبير، اللي هو دربحه، قال لي اسامه امتع القليل يأتيك الكثير. حرفيا الكلمة هذه غيرت مفهوم عندي كثير. يعني كان يقول لي اوكي 1000 مشاهدة 2000 مشاهدة، تخيل ان في 2000 شخص يرفع الجوال عشان بس يتابعك، ترى عدد مرة قوي. اذا انت تتابعني كيوتيوبر او كصانع محتوى او كستريمر، راح تمر عليك مواقف كثيرة، مواقف متعبة، مواقف قاهرة، مواقف راح تخليك ضعيف شخصيا وتحاول انك تطلع في اقوى قوة ولكن ما تقدر. تذكر الكلمة هذه، اليسر جاء بين عسرين، فتذكر يوم من الايام راح تكون حزين، ويوم من الايام راح تكون قوي واسطوري وتقدر تعطي كل اللي عندك. اذا انت برضو يوتيوبر وقاعد تشوفني الان، حاول انك تطور، واعيد واقول خليك شخصيه مليونيه، لا تكون مليوني بعدد المتابعين. بامان الله، سلام عليكم يا جماعه الخير.